مالتهم مالتهم تبعوني انا احمد ابراهيم انا احمد ابراهيم سنسحب عليهم جميعا زنقه زنقه جيش جيش ثكنه ثكنه اوجه لبعضه اي نعم هذه قرارات لوجه لاحمد ابراهيم قرار يعمل 66 جيش تبارك الله على الاقل واحد في انا ما خلطش على بلاصه في تونس يولي يخلط عليها علاش لا في الانتخابات الجايه باش نقدم روحي على زنتان ولا على بنغازي اي نعم ونولي نعمل خطابات مع الشعوب نحكي معها معايا الكتايب ومعايا الجيش اذا ثوره مع الجميع طب والله هي أزمة أخلاقية وسياسية واجتماعية أخلاقية التوانسة ما عددوش يسلموا من استاجر بهم واحد قال عقيل انتهى الموضوع سياسية الجماعة تقريبا عاملين مسرحية على الشعب رئيس الحكومة الجمهورية يقول ما علمنيش وبعد يجي وزير من الطيارة بتاعها يقول علمنا وتعالى حلها اجتماعية المحمدية هذا القبيلة المحمودي عندها امتداد في الجنوب التونسي ترنيش من العبارات خاطر انا متخاطر مع اصحابي لو كان نفسره حرفيا ما معنى عربدة الضوضاء نحبك تفسر لي في اربع ولا خمسة كلمات كي ديكسيونير بالضبط ما لقيتهاش شوف سيدي فسر هنا شعب تونسي تو عام ما فهمهاش العربدة هي وقت الانسان يتزطل يتزطل وقت الانسان يتزطل يحس بالزطلة يعيش عربدة والنفس النفس ميالة للعربدة والنفس النفس ميالة للزطلة ميالة للزطلة والنفس تعرف ان الزطلة هذيك قتالة لكن ترغب فيها وترجع لها ولو ماتت تحب الزطلة معناتها كما قال هذيك هادي جويري كيف ما يرجع الفرطط أيوة. النار اللي تحرق هذيك تعرف سيد احمد وليد كان حكيت هكا راجل وزير هذيك جدلية الحياة ان نتوفر على اطار قانوني قادر على انه يمكن من التدخل السريع في هذه الحالات والحال انه في كثير من الاحيان لما كتبدا هذه الظاهرة يتعين انتظار ان يكون هناك قرار قضائي ولما كيكون القرار قضائي كتكون الامور اللي عطى الله عطاه وكتعرفوا بانما القوانين كذلك فيما يتعلق بالسكن العشوائي في اقصى الحالات عندما تكون المساله يعني قائمه او البيت قائم فما ينص عليه القانون هو الدعاره فبالتالي عدد من الاسر مستعده انها تمشي للمحكمه وتخلص الدعاره وتحافظ على الدائره